خبرات، تصير عندنا خبرات اكثر للعمل معاكم. بس تمام الشخص يصير على قضيه مع انتخابات كل سنتين مره، تقوم انتخاب الرئاسه المشتركه والهيئه التنفيذيه، مشاركه الرئاسه المشتركه للبلديات الفيئه. في نحن اليوم ضمن لقاء يقوم بتحالف منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا، ضمن مجموعة من اللقاءات لاطلاع المنظمات والناشطين السياسيين والحقوقيين على أهم البنود ضمن العقد الاجتماعي. طبعا احنا مسودة العقد الاجتماعي تم توزيعها على بعض الناشطين والمنظمات بشكل عام. اليوم راح نحاول في جلسة النقاش راح نشوف شو في ملاحظات راح تصاغ المخرجات هي كلها وبحيث تعرض على لجنة صياغة العقد الاجتماعي. طبعا هذا هو نشاط ضمن مجموعة من الأنشطة، راح في جلسة تمت بالرقة، في جلسة اليوم بالطبقة، راح يكون في جلسة بالغامشتي وجلسة بدير الزور من ضمن أنشطة تحالف المنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا. طبعا التحالف في الفترات الأخيرة إلى القضايا العامة بشكل عام، قضايا المجتمع المدني والقضايا اللي خاصة بالمنظمات عم تكون نحاول ناخذ جلسات لنستطلع أكبر الآراء ونشارك في صناعة القرارات القومي والديني. أنا كرأي مع الوافقون اللي فهموا شكرا أستاذ. أي رأي ثاني زملاء؟